بيقول هو ماهوش قرآن، دستور معناتها لا مقدس إلى مستوى معين، لكن يا أخي المنطق عندك دستور مصادقين عليه 200 نائب على 216، يعني كما قلت لك يكاد يكون إجماع. أنت اليوم مازلت ما جربتوش، جربوا وشوف فين نقاط الخلل ويقع حولها حوار، ما يلزمش مش لعبة الدستور، لأن عندنا تجارب في المس بالدستور والتعديلات على على القياس، وكل واحد يحك راسه، وخاصة كيف يبدأ رئيس الدولة يظهر له لكون ويزمنا نغيره ونعمله استفتاء مغلوط، يعني ما نشبش نرجعه للتوالي. هذا يعني هذا الكل يذكرنا بذكريات أليمة، ما يلزمناش نعود نرتكب نفس الأخطاء. الدستور نطبقوه هو تعمل في ظرف معين، ثم نتحاور حوله، وإذا كان فما إخلالات وفما نقائص ما الكمال لله.